الانتخابات التركية والأرقام حتى هذه اللحظة بتتكلم عن فرز حوالي 65%، لا بنتكلم على فرز 75% من الأصوات في تركيا، 50.7% منها لأردوغان و43% منها لأوغلو. أذكركم بأنه هذه الانتخابات لابد أن لو كان هيحسمها المرشح من الجولة الأولى فلازم يحقق 50+1، يعني 51%، أو يعني لا 50+1. احنا كده هو حاسم الانتخابات، ولكن هل هتستمر كده؟ احنا ابتدينا نتراجع، أردوغان بعد ما كان وصل 52% ابتدى يتراجع شوية، وأغلو بيزيد شوية، فده برضو محتاج ان احنا نرى هذه الأوضاع. رئيس بدلية اسطنبول بيقول لا، ان اوغلو هو الرئيس القادم، وعندنا حرب في الحرب كلامية وحرب تصريحات، كانت مساء امس والان حرب تصريحات بين يعني مناصري اردوغان وبين مناصري اوغلو. كل واحد مناصري اوغلو بيقولوا للناس لسه الانتخابات ما خلصتش، الفرز لسه ما خلصش، فما زال الامر قايد الحصر يعني. خلونا نعرف ماذا يحدث في تركيا. الأستاذ محمد زاهد جول، رئيس تحرير اندبندنت التركية. أستاذ جول مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك. يعني ما هو الوضع الآن؟ آخر الأخبار عندكم إيه؟ بداية التحية الطيبة لك ولجميع مستمعي قناتكم. يعني أعتقد كما تفضلت قبيل قليل، أنا آخر دقيقة سمعتك، الفرز مستمر، أمامنا قرابة 20 مليون صوت يحتاج إلى فرز حتى هذه اللحظة. النتائج حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول أنها متقاربة، لكن هناك مفاجأة لطبيعة الحال. المفاجأة الأولى الأساسية هو أننا نتحدث عن سينان أوغان المرشح للرئاسة، الآن حصل على نحو 5% تقريبا من الأصوات، ومنذ بداية الفرز وحتى الآن هذه النسبة تقريبا ثابتة، وبالتالي حصوله على 5% بشكل مؤكد بغض النظر عن النتيجة التي النهائية للسيد أردوغان أو كمال كليشترولو، يبدو أننا نقترب من الحسم، في معنى أننا سنذهب إلى الجولة الثانية. يعني يعني لو تشرح لنا اكثر، 5% من الاصوات ماذا تعني؟ تعني انه اردوغان لن يستطيع ان يحصل على 50+1. صحيح، والامر نفسه ينطبق على زعيم المعارضه. طب كلمني عن المناطق، كلمني عن اولا كلمني عن الاقبال اولا. يبدو ان هذا هو الاقبال الاكبر في تاريخ تركيا انتخابيا كما تقول الانباء من هناك. يعني بشكل عام نسب المشاركة في تركيا في كل الانتخابات السابقة هي نسب مرتفعة للغاية، يعني كلها تتجاوز 85% بشكل عام، لكن هذه الانتخابات يبدو أننا نقترب من نسبة 88 أو 89%، أو ربما سنحصل على رقم 90. لا يوجد هناك حصيلة نهائية واضحة حتى الآن، لكن من المؤكد أننا نتحدث عن مشاركة عالية جدا، نتحدث عن قرابة 58 مليون على الأقل قد شاركوا في العملية الانتخابية. الشباب، هل هناك مشاركة واسعة من الشباب؟ نعم، هذا صحيح، يعني ليس فقط نسب الشباب، الشباب بطبيعة الحال مشارك في العملية الانتخابية بدليل النسبة التي أتحدث عنها، لكن كانت هناك أيضا مخاوف كبيرة في ما يتعلق بمناطق الزلزال، أن يكون فيها عزوف عن المشاركة، وخاصة أننا نتحدث عن قرابة 1,300,000 أو 1,400,000 شخص انتقلوا بعد الزلزال من الناجين إلى مدن مجاورة أو إلى مدن بعيدة ولم يستطيعوا نقل عناوينهم، وبالتالي كان هناك مخاوف حقيقة أن لا يشارك هؤلاء أو لا يشارك جلهم في العملية الانتخابية، وخاصة أن اللجنة العليا للانتخابات أو الحكومة لم تقدم لهؤلاء
ما يمكن تسميته بوسائل النقل التي يمكن من خلالها الانتقال إلى المدن والحصول على الحق في الانتخابات. لكن نسب المشاركة في مناطق المنكوب، مناطق الزلزال الرئيسية، كلها دون استثناء تتجاوز 85 أو تقترب من 85، مما يؤكد أن 1,300,000 شخص، على الأقل مليون منهم تقريبا، قد استطاع الاتخاذ فعليا في المناطق المنكوبة من خلال الحملات التي قامت بها الأحزاب التركية، وكذلك من خلال الحملات التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني التي أكدت على ضرورة الفاعلية الانتخابية. وبالتالي بغض النظر عن النتيجة النهائية المتوقعة والمنتظرة، أستطيع أن أقول أنه ابتداء هو يوم عرس ديمقراطي، وهو يوم حقيقة احتفاء بالنسبة لجميع الأتراك بأننا نتحدث عن نسبة مشاركة عالية وفاعلية سياسية كانت متوقعة، ولكن اليوم حقيقة الواقع أثبتها بشكل واقعي وفعلي. طيب سيد جول، يعني كلمني عن المناطق المختلفة، عن اسطنبول، عن أنقرة. عن اسطنبول كانت يعني معروفة بمعركة محتدمة فازت فيها المعارضة على أردوغان سابقا. كيف يعني كيف هو التصويت أو مؤشرات التصويت في اسطنبول، في أنقرة، في باقي الأماكن؟ مؤشرات التصويت حسب الأرقام التي لدي، اسطنبول لا زالت بيد المعارضة، والفرز الأكبر الذي ينتظر هو هي مناطق المعارضة. وبالتالي حقيقة ربما تقع مفاجآت أيضا خلال الساعات القادمة، هذا هو المتوقع والمنتظر، لأننا نتحدث عن 10 ملايين صوت باستطاعتهم أن يغيروا الكثير من النتائج. هناك ثلاث مدن رئيسية هي قرابة 45% من سكان تركيا، اسطنبول وأنقرة وإزمير. اسطنبول تتقدم فيها المعارضة، إزمير تتقدم فيها المعارضة أصلا تاريخيا، وهي تحصيل حاصل في هذه الانتخابات. أنقرة النتائج فيها متقاربة بين الطرفين. بشكرك شكرا جزيلا. نتوقع سيد جول، نتوقع يعني الفرز أن ينتهي النهاردة ولا مساء اليوم، ولا توقعاتكم إيه؟ خلال أقصى حد أعتقد خلال ساعة ونصف أو إلى ساعتين تكون النتائج الأولية للفرز النهائي، حتى إعادة الفرز في الكثير من الصناديق التي تم الطعن فيها قد انتهى في رأيي الشخصي، ولن تكون هناك إشكالية كبيرة في النتيجة النهائية بعد غد بشكل رسمي أو خلال هذا الأسبوع. شكرا سيد محمد زاهد جول، رئيس تحرير اندبندنت تركيا. والمعارضة التركية تقول انها لا تستبعد اجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.